نتكلم معانا طبعا عريس اليوم طبعا كابتن حسام البدري مدير الفني للنادي الاهلي مع زميلنا كريم احمد من خلال طبعا لقاء معانا. اتفضل يا كريم. ثابته المباراه لانه بيبقى ديربي خاص، لكن اكيد الاهم النهارده الثلاث نقاط، وزي ما انا بقول يمكن المباراه المباراه بالنسبه لنادي الزمالك كان في اي عوامل نفسيه كثيره جدا، كنت متاكد ان يبقى النهارده مش اصرار، كنت متاكد يبقى في دفاع من الزمالك النهارده نتيجه الظروف اللي هم فيها وتغيير المدرب واشياء كتير، وفكرنا ازاي هنستغل الكلام ده لصالحنا بجانب تفكير في المباراه طبعا، والحمد لله كنا موفقين الحمد لله، واشكر اللعيبه على ادائها وان احنا قدرنا نفوز بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوارنا. النهارده كانت اضطراريه اصابه اثنين لعيبه من الاهلي، عط حضرتك من فكر معين انت عايز تنفذه تاني بالتحديد؟ لا، هي برضو اما بتبقى في تغييرات اضطراريه لكن لابد ان هي تبقى برضو في سياق تستمر في المباراه، يعني اكيد طبعا يمكن اصابه رامي اصابه اضطراريه، في نفس الوقت زي ما انا بقول اصابه وليد ازارو برضو، لان بالنسبه لوليد ازارو كان تفكير في اجاي كان موجود ان هو يبقى موجود في الملعب، ممكن كان بشكل مختلف شويه على حساب وليد او على حساب من في فترات معينه، لان اصابه ازارو طبعا خلتنا نستغل يعني نستخدم اجاي. بقول الحمد لله ادت مباراه النهارده، وزي ما بقول الثلاث نقاط مهمين جدا النهارده، واشكر اللعيبه كما انا باكد طبعا ان الثلاث نقاط دول مهمين في المرحله المتبقيه مباراه المقاولين، لكن كانوا مهمين الحمد لله. المباراه الجايه مباراه اهم امام مباراه بطوله السوبر، اهم كل مباراه اهم تختلف مباراه ومباراه. عن مباراه السوبر شايفها ازاي، خصوصا ان فريق مصر هناك خلاص في الامارات وبيستعد للمباراه، احنا كان عندنا مباراه قويه جدا امام الزمالك، هتستعد المباراه دي ازاي في وقت ضيق كده؟ يعني ان شاء الله باذن الله هتبقى موجوده مع جموعة اللعيبه اللي شاركت النهارده، واللي ما شاركوش هيبقوا معانا، هنسافر ان شاء الله ونبتدي نفكر في المباراه، وان شاء الله نبقى موفقين في اختياراتنا ان شاء الله، ويبقى في ريكفري واستعاده شفاء للناس اللي كانت موجوده في يعني ابتدينا النهارده حتى في غرفه الملابس طبعا عن طريق الثلج وكده، وان شاء الله باذن الله يبتدي تفكيرنا في مباراه السوبر، واتمنى ان شاء الله نكون موفق فيها باذن الله. توفيق يا كابتن حسام. شكرا. ده طبعا كان لقائنا مع الكابتن حسام المدير الفني للنادي الاهلي بهذا الفوز الكبير والعريض على نادي الزمالك بنتيجه 3-0، اكيد مبروك لكل جمهور النادي الاهلي هذا الفوز، لكن الاهم مباراه قادمه، النادي الاهلي خلاص فاز في مباراه لكن لسه مباراه قادمه وهي مباراه بطوله السوبر، ونتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي ويقدر يرجع مصر بهذه البطوله عشان يواصل مسيرته في مختلف البطولات المحليه قبل خوض غمار طبعا البطولات الافريقيه في شهر 3 ان شاء الله. الاهم مباراه السوبر والعوده استكمال مباراه الدوري. عوده لك. طيب اشكرك امير هشام، طبعا ده كان لقاء مع زميلنا امير هشام، بنشكر طبعا كابتن حسام بدري، مبروك طبعا.